الله الرحمن الرحيم. انا ميسز مع عبد الرحمن مدرسه الساينس، هكون معاكم ان شاء الله في منهج تاني اعدادي طول السنه. لازم الاول تعرف ان طبيعه المنهج مبني على الفهم والمعلومات اللي انت واخدها قبل كده، واول لسن معايا هيكون ان شاء الله التيمبتس اوف اليمنتس كلاسيفيكيشن كده مع بعض. ان الماتر كان بي فاوند ان فورم اوف اليمنتس كومباوند اند ميكستشر. لما اكتشفوا ان الاليمنتس كان عددها زاد، كان لازم يكون في كلاسيفيكيشن على اساس ايه؟ على اساس البروبرتيز. ليه بقى؟ عشان يسهلوا يعملوا فاسيليتيت للاستادي بتاعه الاليمنتس اند فايند ريليشن بتوين اليمنتس اند ذير كيميكال اند فيزيكال بروبرتيز. طيب امبورتنت اتمبتس، اول حاجه كان مندليف، وبعدين موزلي، وبعدين مودرن بيريوديك تيبل. تعالى ناخد مندليف ان ديتيل. اول محاوله كانت مندليف بريودك تيبل، وده سميناه فاذر اوف بريودك تيبل. كان نشا التيبل ده سنه 1871 عشان هو كان فيرست ريل بريودك تيبل، فسموه فاذر اوف بريودك تيبل. هو عمل ريليشن بين اتوميك ويت بتاع الاليمنتس وما بين زير بروبرتيز، عشان كده بنقول ان هو هي بليفد اتوميك ويت اوف اليمنتس واز ذا موست فاندمنتال بروبرتي في الكلاسيفيكيشن. ولاحظ ان البروبرتيز بتاعه الاليمنتس تشينج جرادولي اند ريبيت ذيم سيلفز بيريوديكالي باي ذا بيجينينج اوف اتش نيو رو. وزي ما احنا شايفين ان هو ارنجد اول نون اليمنتس ات ذا تايم ويتش وير 67 اليمنتس ان ذا انكريزينج اوردر اوف ذير اتوميك ويت. وزي ما احنا شايفين هي بريبيرد 67 كاردز اند ريكوردد اون ايتش كارد النيم اوف اليمنت الاتوميك ويت والبروبرتيز زي البويلينج بوينت ميلتينج بوينت دنسيتي. ومن الكاردز دي نشأ البريودك تيبل من دي البريودك تيبل، وهو بيتكون زي ما احنا شايفين من هوريزونتال روز ار كولد از ا بيريودز وعددها 7 بيريودز، وفيرتيكال كولمز وي ار كولد جروبس وعددها من 1 تو 8 يعني عددها 8. تعال نشوف مع بعض الادفانتج او المزايا بتاعه مندليف تيبل. ليفت جابز زي ما انتم شايفين سبيسز اهي ان هي ستيبل. ليه بقى؟ تو او بريدكتنج ديسكفري اوف نيو اليمنت. وزي ما انتم شايفين في اكزامبلز هنا، هي مش عليك بس مجرد للتوضيح عشان تشوف بعينيك قدامك ايه هي البريدكتنج ديسكفري اوف نيو اليمنتس، ان هو توقع ان في اليمنت زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وزي ما هو واضح قدامكم ان هو هي ديتيرمند ذا فاليوز اوف اتوميك ويت اوف سام اليمنتس على اساس ايه؟ تدرج الخواص اللي هي البروبرتيز. وكمان عمل كوريكشن لاتوميك ويتس اللي كانت استيميتد رونج. ودلوقتي نتنقل على الديس ادفانتج، هنلاقي ان هو عمل ديستربنس في الاسندنج اوردر اوف اتوميك ويت، يعني حط اليمنت مثلا اوف هاير اتوميك ويت بيفور اليمنت اوف لوور اتوميك ويت. وقبل ما نعرف تاني عيب في الجدول بتاعه، لازم نعرف معنى كلمه ايزوتوبس. الايزوتوبس ديت عباره عن اليمنت ليه سيم اتوميك نمبر، اشكال مختلفه من نفس الاليمنت ليها سيم اتوميك نمبر لكن ديفرنت ان اتوميك ويت، بمعنى زي التوائم بالظبط. نلاقي ثلاث مثلا توائم بنلاقيهم ان هم متشابهين في الشكل لكن مختلفين في الوزن. الاكزامبل عندنا هنا هو الهيدروجين، هنلاقيه مثلا في منه ثلاث اشكال اللي هم الايزوتوبس H1 H2 H3. هنلاحظ ان هنا ليها نفس الاتوميك نمبر اللي هو 1 لكن اتوميك ويت هو اللي بيختلف، وده معناه ان هو نفس عدد البروتونز لكن مختلف في عدد النيوترونز. هنلاحظ كمان ان من ضمن العيوب ان هو هاد تو بوت مور ذان وان اليمنت ان وان سيل، زي ما انتم شايفين الايرن كوبالت نيكل محطوطين في سيل واحده بس عشان في سيميلاريتي عاليه جدا في البروبرتيز بتاعته. وكمان من ضمن العيوب ان هو قسم كل جروب لانتو تو سب جروبس، وده علشان اضطر ان هو لقى ان العناصر فيها differences في البروبرتيز لكن have the same valency، فحطيته مثلا في جروب 1 عشان الفالنسي ايه monovalent. كل طبعا الديس ادفانتجز ديت خلتنا محتاجين new classification.